بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أندرى مصيف جول بدنت الحوار لدباني مرأة وشلنا من جرام سلني فهمي جوري ما يقوتم فلتاكي إنك المصير تعد فوسلنا والتمام أتوجل من قد فوسلنا من جورام ومسمى ياتر مورد النوني ياتر من أدوان من بعد تين الاستيتون الأغصان الندي يحوني كفات السير نلال صلى الله عليه وسلم جند هنكيكو غزوة الخندق من غزوة الأحزاب هدوم ونو ياتر من هنكي هنده ايوا نجي دنكو كيو كيو جيتا باتوجي جيتا تي اندر هيتان دي ادو ني تان جوي بير تاغال فرغو نلا صلى الله عليه وسلم. جم خلاصة البهية ونبيا وفي ذي القعدة من هذه السنة وقعت غزوة بني قريظة ونالوا جزاء خيانتهم الأظمى. اندر ندير هيتان ليوري ذي القعدة ونليوري سفتراندو ndeɗo hitande nde gonɗen mum woni hitande joyɓere caggal fergo wanno wolde wiyetede ghazwatu bani quraidata woni haɓede yahudiyankoɓe ɓeɗo bani quraidata en honnoɓe madina ɗon wonaluɓe keeɓi jazaahum jobdi mabɓe walla jazaa khiyanati muni jobdi janfu mabɓe al'udma janfu mawɗoen kadi mbiɗen ɓe pirtino aadi ndeɓe jiino ahzaɓe gari tan ɓe pirtino aadi gonnude hakkude mabɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. جنون تنجيت وشرحته عائشة رضي الله عنها قالت وي لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق دون الله صلى الله عليه وسلم رتي إما دي والد خندق والد دي قسين دي هفرق بين دونش لأن عند سباب وقمة قل ما بدون كوال لورت ما بي دون الله دارتي ووضع السلاح واغتسل نلا الأرتي جؤدين كابور دي مملوتي تن آتاه جبريل سن جبريل علي نلا صلى الله عليه وسلم فقال جبريل وقد وضعت السلاح فرت انا اجئني كبرد انا جئني انا جئني كبرد والله ما وضعناه جبريل منكم من الملك من جئنا كبرد منكم من جئنا فخرج يلت اليهم في ودي مأب يلت جهات مأب قال اني صلى الله عليه وسلم فالى اين ودهلت ونهت جهنم قال جبريل ها هنا وأشار إلى بني قريظة جوفي قه يدور بني قريظة أنتو فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم نلا صلى الله عليه وسلم أورني بكم بني قريظة أن حديث ذلك متفق عليه حديث عائشة وسارع النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج نلا دهيني جلتقل وحث الصحابة على سرعة اللحاق به ولا اللحاق به ويهرد سبب كان يجمع قبوب يال حتى قال لهم صلى الله عليه وسلم أن صلى الله عليه وسلم لا يصلي أن أحد الأسرى إلا في بني قريظة أي غوتو هوتو جول تكوسانسو هوتو جولو تكوسانسو أنا ورما ور بني قريظة أنتو فأدرك بعضهم الأسرى في الطريق وليوك سباب تكوسان هتي بلاول فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها بإن جولتا سونا جتو إلين دون جتو إلين بني قريظة وقال بعض بل نصلي لم يرد منا ذلك يقوم بألدهم حتى من جولد سبو وانا واسط جولد نفاند تاهن فانتان ده يؤن كن يقوم جولي ألاول يقوم جولا نها يطو يشق الفطر من جولي فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم ها إن لا دهالنا وندون جول بلا ولم جول يعني نلا دني يعني هاي قوت ما بيل دي دي فيشت هذه سوق متفقون عليه. واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة عبد الله ابن أمي مكتوم صلى الله عليه وسلم لمتني المدينة دويا حتى تبني قريظة ولمتني دونك عبد الله ابن أمي مكتوم ودينا وقنا لقمله ثم سار إلى مرفنا صلى الله عليه وسلم يهيت فايت بني قريظة يلتني به من بني قريظتين في المسلمين وهم 3000 وياد يكون مكن جل بكو جناجتتي والخيل 36 فرسا بوتي من جوجي هنكو بوتي حسابا نردتو طبقات ابن سعد ونبوتي كهدوم شفاند
تاتي اجيكم فوتشو ونكو بنجوكي كان بجول به. خروج جبريل عليه السلام في كوكبة من الملائكة مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة. جل تقول جبريل إن وندست ملكاجي وندن لاد بفي بني قريظة أنتو. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قرر سيد البخاري. أنس بن مالك بي كأني اللي من أنظر من دار إلى الغبار الساطع يعني في زقاقه بني غنم. اللي من دار كندين ربته من بداج نكبيت نكبيده وني قال لي بني غنم من بعد ولا اللي قال ولا فريق ما به اللي من بعد يقوم من حال تتحالك هذا. اللي يقوم من بالصوين كندين روم يرويده. وين اويك موكب جبريل ونوك موكب جبريل ونجروب ديليغاسيون جبريل ونمو مكان من جهنم دون صلوات الله والسلام على حين سار رسول الله تمنى ان لا دو يمني فادي الى بني قريظه فادت بني قريظه ان ونكو وي كانكو انس كانكو انس رضي الله عنه وي كاني انظر الى الغبار ساطئا في زقاق بني غنم موكب جبريل صلوات الله والسلام عليه حين سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه رجع براء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم بيه يوم قريظة يند ولد قريظة يند ولد قريظة ولا يند أورين قريظة يند سب قريظة بريد حصار كجوت ما من بعد نوجاس جاب أوديتون ناجون كالك نويرت يوم خندق يوم الخندق إني نويرت يوم قريظة تبو نيالا ما جاهي بكون في يوم تا كون دير والدي هتا مودي فيك على هن وان النبي صلى الله عليه وسلم وي حسن بن ثابت وي ان اهجو المشركين به جاء ونيم دب بوندي فان جبريل ما كسب هذا وان جبريل. حديث متفق عليه البخاري ومسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وي حسن بن ثابت اهجو المشركين فان جبريل معك. نعم جوني. ووصل النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون الى بني قريظه. النبي صلى الله عليه وسلم يتوي كان كو يكون جول بفف من يتوي بني قريظة إن وسمع بنو قريظة بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم دي بأن نراد من أره من بنو قريظة يهوديا كوبيا فتحصنوا في حصونهم بنات نرتتاج ما بأودي فف أقول كما وناتو يدتون بأودي تيتون. قال ابن الساق وحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أدي ورمى بن 25 ليلة ونجم جهدهم نوغاس جوي جم واقلي مغازي من تؤدي تونكو بل سقوي جوي الله أعلم. وي حتى جاهدهم الحصار وقذف الله في قلوبهم الرعب. حصار تمبني بن فيكم بن قريظة أيوة جبر سبحانه وتعالى يد برمى بكلل. وكان وقد كان حيي بن أخطب دخل مع بني قريظة في حصن حين رجت عنهم قريش وغطفان. إن حيي بن أخطب وجاكم بن النضير إم بينتون ودنو بتأليب رندين وبدين بل برار يوم من قرب جانا المدينة ينون دي بن غريت بيغا يهوديا كوب كابو ونمودو يهوديا كوب بني قريظة غريت كابو يفرت آدني وكابي جنغو وآدني كابو say su wodi su ahzab be fondogi kanko ro okkat hore makko kabu kalaw hebi kabu heb dabbe do wujjudin hore makko so be mbara ma wore so be diwa ma wuri be kebim fu kanko hoyay ibn akhtab nyum wadi de be to koti de qurashan ko be ndogi de kayna ghatafan inde didi fu garnoje kanko rokki hore nay hore makko o rokki hore makko yahudiyan ko be yahudiyan ko be kanko hore makko mabbe je kono ko yahudi banu nabir. وقد كان حيي بن أخطب قد دخل مع بني قريظة في حصنهم حين رجعت عنهم قريش وغطفان وفأنسبه بن عند دكاب بن الأسر بما كان أحد وليك وآد النؤونك قلنا فلما أيقنوا بالتجرن بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير منصرف عنه والنراء ونقش وبيح حتى يناجي زمدوكه وتنكو حبد مأبتن لمن قال له دوم تن قال كاب ابن أسد كاب ابن أسد وي بك موضوع بني قريظة وبيا معشر يهود إيهم يهوديا كوب قد نزل بكم من الأمر ما ترون كهيب من كهيب من هون كن جيدا وإني من عارض عليكم خلالا ثلاثا قد أرنا من جد تتش شبدون هم قوتي فخذوا أيها شئتون كالهنجل شكرا
نون فخذوا أيها شئتم قل جدنا فشو بديدو قالوا بنبي وما هي ولد جدتك قال أويكم كوكاب بن أسد نبايع هذا الرجل ونصدقه فوالله لقد تبين لكم أنه لنبي مرسل وأنه للذي تجدونه في كتابكم فتأمنون على دمائكم وأموالكم وأبنائكم ونسائكم ويجري الجوت ينجلكم بيودن أو دغوركو غون دين يمبو دي ماكو سابو مي وونير الله جون كان غون دون دو فيني ني مون تيغريكي كان كون النبي اون تيغ كو النبي نيلاد اون غاندي تيغ كو النبي كدي كو نيلاد اون غاندي كدي كان جاتي ولا وتاوتون سيفوم اين در دفتر مون او يون نون باي باي او دوم مون غون دي نون بوكي سون اي بون كيس جي جيمي مون كيسا جاوديلي مون كيسا بيبي مون كيسا ريوبو مون كيسا نكو جيدين غوتين قالوا بنبي لا نفارق حكم التوراة أبدا ولا نستبدل به غيره بنبي من شرطة نعور توراتها أبدا من قصتها نعور وند يفتناد الدين دي بنديو تدوم كان بي بنغلاح قال كابوي فإن أبيتم علي هذه فهلم فلنقتل أبناءنا ونساءنا ثم نخرج إلى محمد وأصحابه رجالا مسلطين السيوف لم نترك وراءنا ثقلا حتى يحكم الله بيننا وبين محمد فإن نهلك ولم نترك وراءنا نسلا نخشى عليه وإن ظهر فلا أمري لنجدن النساء والأبناء ويا أن دمر ندكوني ما دام شليما يان إدن ند غري يتم بمن من فف مبارين من هذا نجلتن إن فف جتن سلميج من بافتن سلميج من جلتن كابين محمد هارب بوند تاو إنغا تياني شغل من هون فف تدين دي دين جيكتو ها ألا نيا وحكون من مكو سو إن كالكي ما إن جهي إنغا تياني شغل من فوكو كولان دين إن الدهي ولا نطرلي ولا نهويني شغل من وريو بسوكاب وإن ظهر سو إن بولي mi wondi ma en dancu rewɓe sukaɓe dancu rewɓe sukaɓe ɗum tiiɗani ko yiyande wonne de mbaren ɓe hen taw en jikkitaka e batte kaɓe ɗen haare nde ɓurtude nde feere qaadu ɓe mbi mo naftul haula il masakin ƴetta joni ɓeeɗo gora misneɓe allah rewɓe cukolon mbaren ɗumen fama hayrul aci badahum ko fo hoko weele gurnam holi foof ko moƴƴe gurnam caggal maɓɓe caggal nde ɓe mbara nde ɓe maayi ko mbatte wuurde qala o wi fa in abaytum alayya hadihi so on calima nde ɗo yiyande ɗimmere fa inna leylata leylatu sabti wa innahu asan yakuna muhammadun wa ashabuhu qad ammanuna fiha fansilu la allana nusiba min muhammadin wa ashabihi ghirratan taw ɗon caɓani oɗo hutta ɗimmo toɓɓere ɗimmere nde gaare hande oɗo jamma ko jamma aset hawnaki tawa muhammad e wondi mum fof eɓe jogui hoolare hande en janata e mabɓe saabu jamma aset yahudiyankoɓe liggotako aset eɓe koolimen beele janfuɗenɓe jamma mo ɓuuri hoolade en jalde en janata e mabɓe o telloɗen jippoɗen joni janin mabɓe hawnaki la allah armadio enen keɓen tawen eɓe belsidi tigui rigui e mbaɗen mabɓe ko jiɗɗen wadde ko qaluɓe yahudiyankoɓe mbimbo nufsidu sabtana bonnen sabtina alayna bonnen aset mene men firti diggoɗen hen ko kaɗanoɗen wonuhadise fi mbaɗen hen hadise uji ma lam yuhadis man kana qablena mbaɗen hen ko waɗano ɗum ɓen idinoɓe men yahudiyankoɓe illa man qad alimta sona ɓe ɓe gannunɗa woni qouran haada bi ashabu safti la anna kama la anna ashabu safti holla no qouran wirata toon كما فأصابه ما لم يخفى عليك من المسخ بين كدي وانو بأسر كم بانو هم كو أدان دي كوب كوبي كبنو لب كبنو مسخ دو نيشان زيد واتيني بادي كن يودو مجيرو جي كنم دي دو اندي بي نغانتين نو توق بي تاتي دي دو فوفا لا توق بي رندي بي نجاك دي مو دي بي دي مو دو مق بي او آر دي مق بي دي من توق بي دي دو تاتي toɓɓere wotere yoɓe naati din islam walla ala yoɓe gara ɓe mbara rewɓe mabɓe sukaɓe foof ɓe jana juuɗɓe ɓe haɓe gasa walla ko nandi ɗum toɓɓere wonde nde koyeɓe gara ɓe janfoɓade ko jamma aset tata juuɗɓe ina jorti wonde hande ina kooli bone mabɓe hande mbiyata ko hande ɓe liggota ko hande kam beela ɓe janfoɓe hen nde ɓe cadiɗeɗo toɓɓe tati foof
قال كعب بن سليم: ما بات رجل منكم منذ ولدت أمه ليلة واحدة من الدهر حازما. ويؤن بيدا حي غوركو يمون ميدا والدي جمع غوت جيل جيبنا والاني جمع غوت جوغي بيلتال ونوم ميدا جوغي بيلتال وني ين دي فيست يونو. فلما اصبحوا ني بي فين سبك نزلوا بن جيبي على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بن نوكي كوي ماب نيلاد يو نياوي ماب بيتي يونو. فتواثبت الاوس اوسيا السود اوسيا أن من انصار كويت الاوسي بهم بن جدي. فقالوا بي يا رسول الله انهم موالينا دون الخزرج بيدهم يكون مولاي امين جاجا خزرج. وقد فعلت في موالي اخواننا بالامس ما قد علمت حنكي اولين موالي جون بنو النضير بنتهم كما والي جمسي بامن يتب خزرج بي اواتني بينكم بدن دادو منكم من النبي كما والي امين دي جوني. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بني قريظة كويدين لا ولد بني قريظة تيوادين حصار بني قينقاع. وكانوا حلفاء الخزرج بينك حلفاء خزرج هن بنو قينقاع ولا بني قينقاع. فنزلوا على حكم ابن يبنيا ورمكو فسأله إياهم عبد الله بن أبي بن سلول عبد الله بن بنياجي بن لالا فوهبهم له نذر كبي أوان. فلما كلمت الأوس لأوس غريد وإن كان لين لا دنيا قدن كفاتي بيدو بنو قرابتين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وي ألا ترضون يا معشر الأوسية أن يحكم فيهم رجل منكم بلا يوناني من بلا أم بلا تاكي تنسو من يعوني غركو غوت جياد ويمون يوناني ما بكي يدفو فنالوم نبلا من. قالوا بلا أنبي يعني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وي فذاك إلى سعد بن معاذ عندنا ور وداكو يجونغو غركو إيمون بيتي على سعد بن معاذ رضي الله عنه. جن وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جعل سعد بن معاذ في خيمة لامرأة من أسلم يقال لها رفيدة في مسجده، كانت تداوي الجرحى وتحتسب بنفسها على خدمة من كانت به ضيعة من المسلمين. سعد تلقاني سعد بي وقالي ما يزرع داد المقبوط الكويوة والد خندق جنون صلى الله عليه وسلم وقالي بوي تلي سدبوغوت دبوغوت في نو تلي سسر جمالو سر جمالي وقالي تلي ستلي سوكو ونكم بيتن سفرير جتن هند نبيتن عيادة ولا كم بيتكو عيادة كم بعربي وني كليني كوج ولا كنند نون تلي سودي بواتي سو دبو وتقول هاري مكو يو سفر غاني بيتن غال الله سفر وقالي تلي مغاني فوات دون دون يو سفر دون pour safr woni biite dru fayda to do debbo jaado sud biite da sen fi du witin aslam yonno ne la du sa du wadi to do tilli sab kan fur badade jama on sab kan ko buri badade dum be dan juro mboto badi debbo do safra no nyam bi den ni ngal allah won tahtasib bi nafsi ala khidmat man kana bi diya. wa kana rasulullah qad qala li qaumihi asabahu sam bil khandaq تاني الله صلى الله عليه وسلم بينا بجل أن غانا سعد غانا لتخندق تو إيج ألوه ما ديم في خيمة رفيدة حتى اللي سعد بكاري جوارا حتى أعوده من قريب بله نجم سكر سلمين وديم تو بدي تو وعلان جنون. فلما حكمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني قريظة لأن لا نوم كان كون نياو بنو قريظة هو بأنني جنغ سعد كسعد نياو مؤن فف قدوم سينة يمعبه. أتاه قومه يمب سعد غري سعد قح سعد كنمي حالني وأنك مدين كنم كوكاني فحملوه على حمار من دم دم من بعدين بين بابا قد وطأوا له بوسادة من أدم طيب يباوني بيدون بابا تل من عند دهر ما كوكان غرو. وكان رجلا جسيما جميلا سعد غركو بعد بندن فيه غركو جاد فيه سفرته. ثم أقبلوا معه بنجهي بفايد فاد مكو هدت نلار ون بنو قرابة تون وهم يقولون بشاون دي مكو تاني بن بس يوم بن بي أبا أمر أحسن في مواليك يا أبا مكار مؤجن مولا جما دين يا مؤمن يا ور مؤجن بن بس يوتن بن بي. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ولا كذلك لتحسن إليه ودن نلار ودن لو جنو مكو ها مؤجن يا مؤمن يا ور مؤمن يا ور نبيد. فلما أكثروا أيدين بكبني أما كفاسي أجمع بديد وكان سعد رضي الله عنه قال سعد: لقد آن لي سعد ينتني سعد ألا تأخذوا في الله لومة لائم دواسر جقد بوت الله دوني موري نيوه
يونتني ساعدوني نياوة نياوة ويولني الله حسن متى يمئفرتي. وده أثر أريد سيرة ابن هشام. أنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أريد أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال وي لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد بن معاذ، ثم بنو قريظة نجيبي أن ياور بيت سعد بن أن سعد بن معاذ بعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نيمبو، وكان قريبا منه يوم السرن على في فرق سر جمالون، فجاء على حمار وأرئي وأدي، فلما دنا لعبدي به بنو قريظة عبدي نيلادين بن سعد يا ودينا ان باب قال ان صلى الله عليه وسلم وي وندنا بمم بجاب خزرج ولا جاب اوس ينكي وي بقوم الى سيدكم جمد جابدي مودو من اري من سعد بن معاذ، فجاء واري فجلس وجودي الى رسول الله دنيا صلى الله عليه وسلم، فقال له ان صلى الله عليه وسلم بم ان هؤلاء بيد دين نزلوا بن جي بي ما على حكمك ان يا ورمه لم بلا ما كلكن يا ولا يدوم. قال سعد فإني مين أحكم بدنيا وإمأ بأن تقتل المقاتل كلا كوني ينكو بفف مبارك فرت ورب يتيب حبيد يمأ بفف فب يب مبارك وأن تصبح ذريته ولو بسكا بكوني ده. قال نراد ويمبو قد حك لقد حكمتك فلت أن يأوي فيه بحكم الملك ونياور الملك ونجوم الله سبحانه وتعالى. حديثكم متفق عليه من البخاري ومسلم. أبي سعيد الخدري أري لفظ قد سعد بن معاذ رضي الله عنه وأن تقسم أموالهم دي ورت فت بوريد بجود ما لفتيه ده رواية أريت البخاري تو. النبي صلى الله عليه وسلم يميز بين الصغار والبالغين استعدادا لتنفيذ حكم سعد رضي الله عنه. نبينا صلى الله عليه وسلم إن ودي يوم فالتندر ورب يوم فالتندر يبه شكرا تقسم كم كل فاك كون كيادة بني ورب هي اللي فاك بها كيادة بني بله دون بدنيا ورنا سادنيا وما بيني إني سينة من أثر أدو من حديث قرطو سنن أبي داود المسند الإمام أحمد سند شلود وصححه الألباني في صحيح المشكات. حديث عطية بن ثواب من عطية القرظي سنني قرظة عندي في مأجاك بني قرظتين. نون أن عطية القرظي رضي الله عنه قال وي كنت من سبي بني قرظة من برجيا دحن بني قرظتين من سكاب وقسم، فكانوا ينظرون بجيوانو سكاب وربه بجي من فمن أنبت الشعر قتل كلا مقدر سكون كلا بود سكون آنو كوكو ورتي فرتي كل فعل، ومن لم ينبت لم يقتل كلا مفداني سكون آنو ورتي فرتي كشكل، فكنت في من لم ينبت من بدجيا بفدانو بي كان كو عطية رضي الله عنه. وفي لفظ أري لفظ قد فكشفوا بكنتي آنتي آن أم هوني سكون آنو، فوجدوها لم تنبت بتيان أنفداني فجعلوني من السبي من بعد ما أجنغن من بعد ما سكابي حديث مكادن. ينون تنفيذ الحكم سين دنيا ورند دو ما بكم بنيا وتب. قال ابن إسحاق رحمه الله محمد بن إسحاق ابن يسار رحمة الله عليه وي ثم استنزلوا بنجبنا دنيا ورند ولا قصي بنجبنا نعور دين سينة دوما بشكل نساء دنيا بيبا. فحبسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة صلى الله عليه وسلم هم بمدينة في دار بنت الحارث امرأة من بني النجار. قال له دبقوتو بيت بنت الحارث جاء رسول بني النجار نلا ربادي بدون. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رفت نلا ريالتي إلى سوق المدينة فادي جير مدينة التي هي سوقها اليوم تنقل دخلوا من جير مدينة لحند ابن ساكن هذا في المدينة، فخندق بها خنادق وأسدون غاوي مود غسادون قمباج مود غسادون. ثم بعث إليهم رفت ونلني بكم بيهودي كواب بين، فضرب أعناقهم والسد دارم في تلك الخنادق دين غاوي
يخرج بهم إليه أرسالا ابن جلتين الشنت الشنت فاردتون ابن بروية وفيهم عدو الله إن الجامع بغنو اللبيت لحيي بن أخطب ونؤد وكعب بن أسد وكأون كيوم ونمود بنو قريضتين رأس القوم ومن هوريج مأبي وهم 600 أو 700 كم بين هني فت بوريد بيكو بتيام الدين جيغم ولكو بتيام الدين جيديد والمكثر وي كبين دون ابن ساق هالة كبين دبه والمكثر لهم يقول كانوا بين 800 بين 800 و 900 هكون تيام الدين جيتا تيام الدين جيناي ربهم بيكو هكون تيام الجيغم تيام الدين جيديد وقد قالوا لكعب بن أسد من بيان كعب بن أسد ما هو مقطع ده بن غارانتي تن ده بيت سير سير بن نبي بيت تن ده بن نبي ده من بيان كعب وتي وهم يذهب بهم إلى رسول الله أرسالا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسالا تي بن نبي تن فشر سافو ودارنا سافو ودارنا من بيان كعب ما تراه يصنع بنا هكذا كدا بعد تدين من أن ما هو مقطع من بيان هكذا كدا بعد تدين قال مولى مقبوي في كل موطن لا تعقلون ولا هين ألاف وننكم ونككل تاتن دم باودون وندفف ونيون جوغ تاكتن هكيلاج ألا تران متنجيان الدائي ندو ولا ينزي درتناج وانتن أرى وأنه من ذهب به منكم لا يرجع لا يرجع كان نوار أرتتا متنجيان دوم هو والله القتل والله ما يدونتون نعفوك وارتيب فلم يزل ذلك الدعب سيران كنون حتى فرغ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا رجسني ما بك وأدنوكم وفي ذلك كيدوم يقول الله تعالى جل سبحانه وتعالى بياتهم ومنكوبي أن رسولة الأحزاب تون وأنزل الذين ظاهروهم جل سبحانه وتعالى الأحزاب بين دوجي يبلون بجنجن بجن ظاهروهم جملة جبين من الحصون مو وأنزل الذين ظاهروهم جمرة الجبن بين ولنا بأحزاب في ارتعاونوا عاونوا الأحزاب وساعدوا على حرب المسلمين ولنا بين هبد جول بين الجبن بين شغل بيت وفوالا ندوغي الجبن بين ونو بين جنغنا بين من أهل الكتاب جاب أهل الكتاب إن جبن أهلتو من صياصيهم دو حسن جمع تتاجم بدين طول مود الجبن بيالتين بواوان ركي بجول بين وقذف في قلوبهم الرعب الجلن بيرتم بكل فريقا تقتلون هنهون ودنبره ونفت بوريد بين وتأسرون فريقا هن فكر ودندح ونريو بسكاب وأورثكم الذي مرون تنانيمون اللرون تنانيمون من الله وأنزل الله من أهل الكتاب وأورثكم اللرون تنانيمون أرضهم ليدماء بونت جيمون وديارهم قل ليدماء بونت جيمون وأموالهم جودة لما بنقول تجيمون وأرضا لم تطعوها اللي رنتنا لمن هاي ليدي أن شو يعبد توه ما إنجركم قولي مفسرين إن كان دي دو ليدي أرضا لم تطعوها وكان الله هو اللي سيراني ولم على كل شيء كلهون قادرا كوكتن كن كجو مراد سبحانه وتعالى كوكتن كلهون بيد يهودي أن كوب يهودا بالله دبهم أن بإسلام أن بالنبي أن بصحابه أن بجود بفف من جين وتن دامنين وتن قل له كي أنت جود بنت تاكن من جير هي في الأرض هب دي جود بن بهيو دني هيو دي دول بن بني عادي بي أنت جود بن قل لكم لو جود بن قلت بوش تاك دوكنا هادم لا باني دي بيان دوكنا نغش دي بي بني ما من جمرة دي وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعبة فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قديرا الليدي أورنت من هاي الليدي دي أنجباني الليدي دي أنجباني في روجي انقريه مفسرين انجيه اللورة أيين دي 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 ليدي كهولين دين كوين يزيد ابن رومان ولا زي ابن زيد وين ابن زيد مقاتل ان بيكو خيبر حالتي دون دنگن تشغلون ولد خيبر واد كوي خيبر جوفا دون ايوا وبه بيكو كو مكه ني جوفا دون كو فاتو مكه او سبو مكه ود جوفا فيتان جيات بك مكه جوفا دون يا حسن بيكو فارس كيروم غاكو ونكو جوفا دون كو كنندين
وبين بي إكرماتك يعني كلا ليد فوف كلا ليد أودي تان دون هادار نعرف فوف هنا هم فوف ناتن دي أروح فدار جوم ركي مندي دو ليد في زلين جوجر دون أودي بت جوم سبحانه وتعالى ما سينو فدار نيا هنون إمام الشوكاني رحمة الله عليه وهال دي تو فتح القدير جا نعم نعم كونن هازوني وني دبم غندا غوتو برادو دو sabudo ko warbe tam be mari sona debbo goto wara hen e bani qurayza ta debbo goto wara ma hen e aisha radiyallahu anha o fillono min aisha tawi radiyallahu anha wi lam yuqtal min nisaihim firtira kam bani qurayza ta ala barada hen illa imra'atun sona debbo goto innaha la indi ete debbo on o sane warbe noddeten mbaru yende debbo ni jodo di am تحدثي او ياو تضحك ظهرا وبطنا او جلا ياز ندير ماكو بول فوف او جلا فوف او جلا دول ماكو نفوتنا سانا ورق بين بارتين ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل رجالهم وانسان لا دنيا نلا ورق بين ورق دنيا بالسيوف حتى اذا هتف هاتف باسمي اين فلانا تنا اير تود ايري انما كوتو كاري وني قال تندبو ويمي انا نايكو مين وني نعم نتيدو قلت اشتهم بيمين وما شانوكم بعد قالت ويم حدثنا حدثت وانكم بني من بعد وانكم بعد من عندك دوم ندرتين كم بارت يا يونون قارت الشريف انطلق بها دب أرنا لون نوا فضربت عنقها وورا داني ما كتجا فما أنسى أجبا منها عائشة ويم يجت كايس من جيم أول دب أنها تضحك ظهرا وبطنا وجلت وكان كفوف نفترنو دوال ما كفوف وقد علمت أن تقتل إذا أن إولا بكو بارتير يقولون له هو أنك هو تب إنه مثلا هو أنك هو بارتير كون وجود ده وجال دبوا هاوني هاي شو اللي هاوا هم دبوا لو تاجر كوما يو كده وجود ده وجال كده جال ده وأنا جال كنادي كده جال وقوم يا مكو أثر ودو حديث أشر ودو سند مك حسن توسن أبي داود مسند إمام أحمد مستدرك حاكم حاكم بي هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه النويات ولم يخرجه ولم يخرجه إمام البيهقي الدين والسنن الكبرى إمام الباني حسن برسحي سنن أبي داود قال ابن هشام رضي الله رحمه الله تعالى ابن هشام بي وهي التي طرحت الرحى في ارتبون بوان وكو كانكو دبو دوني يتنو دو وورو يعني كاد دي بون رنو دي رحى جمع بدين كاد وننو yettuno wowru woni hayre o libi dum o yandine dow goto sahaba biter khallad ibn suwayd o wari dum kanko barno goto sahaba o jamfi dum jimte dow mu jite wowru o libi dum to sirat ibn hisham to dum woni adnum wartete fa kan hada akhir ala hadi lil yahudi bil madina warede bedo do yahudiyan kagal kayit mum sawai madina alhamdulillah madina hanti gasi yahudiyan ko وآخرهم بني قريظة سكتي يهوديا كوبه يتاتي غنولو بني قينقاع بنو قريظة ولا بنو قينقاع بنو قريظة بنو النضير بنو قريظة بين سكتي الذين بينالوا جزاء خيانتهم الأظمى بن جبدي جنفهم الموضوع ونقضي العهد الذي كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم قد فرت بآدي ونقلنا الحق ما بين الله صلى الله عليه وسلم وصدق الله تعالى إذ يقول جمع القوم دوي أو كلما أعهد عهدا بلا كم بكم حنت كم يهودي كم لم بوند جنفر كان دم قاد دير آدي نبذه فريق منهم يقيم فرت آدي نيت سورة البقرة آية يا مدر يونس ثم أسلم بعض بني قريظة يقيم بتوب وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم قوم دين الله نات دينه فبقوا بالمدينة بكدية مدينة وأن عبد الله ابن عمر حريق عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال بكم عبد الله حاربت النضير وقريظة بنو النضير يعني بنو قريظة فوق كبي جول به فأجلى بني النضير نلا دريبي يلتن بنو النضير يعني وأقر قريظة ومن عليهم وأتي قريظة كديد ونو يافيب حتى حاربت قريظتها بين جنف تلك تشقلهم فقتل رجالهم أوري ورق قريظته وقسم نساء في الشراب بين وأولادهم بين وأموالهم الجو دير بين دير جرتات في بين المسلمين هكون جول بين
إلا بعضهم سوانا يجاي مأبه يجاي بنو قريظة بين كائن براكة ضحاك لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم من قالت النلاد فآمنوا ينقون ديني فآمنهم كي فيرتن رأوكي بهوالار وأسلموا بنات إسلام وأجلى يهود المدينة كلهم ناس سلسل يهود المدينة ففري ويلتني بدهم كلا بنو قينقاع ويتي بنيه وهم راحوا عبد الله بن سلام بن جوني سود عبد الله بن سلام رضي الله عنه وبي يهود بني حارثة وكل يهود المدينة دندان اليهود في المدينة فف حديث متفق عليه قال رسول البخاري صحيح له يا مسلم حديث ابن عمر أو سنجوتي دون غرتنكو جم خلاصوي وفي هذه السنة ون كوين درن ديال هيتان لور ذي الحجة ون لور تاسك توفي سعد بن معاذ اذن غندك دين سعد السنكي رضي الله عنه وارضاه انا اشهد رضي الله عنها قال عائشة رضي الله عنها قالت لي اصيب سعد يوم الخندق سعد قال يا من عند ولد خندق انام غرت مرجود وي سعد قال يا من عند ولد خندق رماه والدين بو في اللين بو رجل غرق من قريش قريش كوبه يقال له حبان بن العريقة ابن العريقة الله ابن العريقة ورقر بيد الحبان ابن العريقة ومن في اللون مكران قال لا ينقل وهو حبان ابن قيس ويدق حبان ابن قيس من بني معيص ابن عامر ابن لؤي يدر نلوط سودو جيا بني معيص رماه في اللم في الأكحول في اللم كوي أكحول أكحول كعرق من داد القوتل في وسط الذراع انقل حكني كورل الجنغ إذا قطئ سنق الإيل انقل تجامة لم يرقع الدم أنت إيام لم دارتاكم إيام نتيال تتحال لا بجون وعورت فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد صلى الله عليه وسلم ولتليسا دو جمع دو ان جمع مدينة ليعوده من قريب بلن لا سعفون سالمين متبدي تقولني أنها ليقمع فقال سعد سعدوي اللهم من ياقم يعني الله إنك أنت تعلم عندي أنه نكيم ليس أحد أحب إلي من أن أجاهد فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه يعني ألا عندي وانتهي نقطة براني ميد ود جهاد يم ونحب دي يم بفرت بين فين بين لا رمان دي ودم ألا أد عندي ألا برد ميد حب دي بين اللهم يعني ألا إني مين أظن برسكة أنك نان قد وضعت الحرب بيننا وبينهم سكتا هانتي هاري هاكوني امين اما بكوكو جس في تبيض بدي بدون قراش ينقب سبينغوني يلتم من يلاد هانتي اللي هارم هانتي كوكو جس يونو وإن كنت وضعت الحرب ففجرها تايتا عندي هانتي هاري هاكوني نيلاد قراش ينقب قدام دادا مجسي فجر غانيان دي يوني امبت دي هيكيتو جيجام وجه الموت فيها بعد أن سباب ما يدعم فانفجرت من لبته غانيا ندي هدو هيتشي فرتي ندي إيرتي دي جنتري من لبته ونكو يتي لبا إذا نغنك دي داند نكتو شكا ونطو ونكو يتي لبا نكو قلاد فلا سمودو وكان موضوع الجرح ورم حتى وصل ورم حتى وصل الورم إلى صدره فانفجر من صدره تجمعه بوتي هذا جوينال دانة فف هيتي تونفوك بوتي جنونه فسير تون تو دانة تو تون فسير من حماد اللبت فلم يروعهم بتنانة تن تنانة بتنونهم يمببين ونوب سراج جماعة ولندر تلي سدو تايوان ونوب تون يغاني تن تنانة بتنسونا إي جمكونا واهم ولم يرؤهم وفي المسجد خيمة من بني وفي من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم فجمع دوين بعد تلي سقط بني غفار بعدن تلي سمو نكودي دوان تنتني بتانكو إيام وامي أوغا تلي سادون غهانا تلي سويتو فقالوا بي يا أهل الخيمة هم جمن تلي سما هذا الذي يأتينا من قبلكم لم لوك أرتا أمين وامكو لم كدون فإذا سادون يغذو جرحه دمن دكنونك غانين سعدوني يكبر جيجا
فما زال يسير حتى مات سيرا قال لن يبوها سعد كهن سنكي رضي الله عنه وأرضاه. حديث ودوك متفق عليه، البخاري مسلم. كتاب المغازي مسلم كتاب الجهاد والسياق. جن فلما حملت جنازة سعد بن معاذ ثم نقوسك سعد جتا قال المنافق النافق يدين بي ما أخف جنازته كوني كوكي غوسكي هويفيد إلا تنهي هوندو على مكي غوسكي هويد. وذلك أويدومك لحكمته لحكمه في بني قريظة دوم كو برو نياي بنو قريظة بما تاكو دوون كو ودرانو ما في كي نغنو جيتان يا كي غوسكي نكو وحيد جون نافيجيج انغود جاهليج انغود توجو من غنا نافيجيج سجوم ودي هون تن تسكين ده بشكة معيان تن سهون دي هبي دوم تن تنجوين من دوغانا كون دي ادو هون دي كو ودي دي ادو هون كو كدوم هبني بودوم ده نودي جاهليج نودي نافيجيج فف عوام الناس فف شاليرك مشكلة سجوم ودي هون دي ادو تن مانتين دي ده كيف كفا فاتي جد الدين ولا كو ميجت الدين نسالي ولا كنان دي دو سجوم سهون دي هبي دوم تن min biyata ko dum hebni dam min nafige di ngone jaawi teskaade kuyfidugol goskiki foro batte kan ko nyaabi eti yombare firti mata fi way taw dum do ko dum jukku ngon do wala kanandi fa balagh dhalika an-nabi sallallahu alaihi wasallam nani hala mabbe ka fa qala sallallahu alaihi wasallam inna al-malaikata kanat tahmiduhu ko malaikaaji ndondino goskiki hada tagi wayde malaikaaji hodum ndondino goskiki بيتو جودو من إن هين تنكون هناك أم بيجتي وهذا حديث يلو سنن ترمذي دو كتاب منا كتاب المناقب باب مناقب السعد بن معاذ رضي الله عنه ويكو كان ترمي حديث حسن غريب وصحه الألباني في المشكات وندكو ملكا جندول نقوسك وانيان دهين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كدوي احتز عرش الرحمن لموت السعد بن معاذ أرشي دنكي الأرشي كي كدلي كدمبيم دنكي الأرشي كي ودوم كدمبيم فور مايد سعد بن معاذ رضي الله عنه. حديث متفق عليه وهذا حديث وي دنكي كدلي اهتز أرش الرحمن جو انو ويو ابي ما بي دوم كو أرش الوجود سو يا ما الأرشي تم بين دوغا بي بالوما اي كو أرش الوجود ولي الأرش الوجود كيرتيم جيدي ويدو ارشي فيرتار هوند وند كو غودال تن غودال تن ويتي ارشي وانا هوند هيرتين ويتي نال ارشي فور ريوتد الله ان فوت ديري على ارشي ريوتد الله وني كو دو كام بي مبتدئين جوم ام بيد اج اقيدا جي بيد اج بيد اج اقيدا جي توكوس بي مابد بي وني اشاعرا جي ما تريدي يم فاد دو بام مابين فبو بري جاد نغو جهمياج معتزل ان تاوم فيا جهمي لأن رادو اهتز وني سني أرش الرحمن أرشي الله لموتك سني نكي وسباب مايد سعد بن معاذ رضي الله عنه أرضى. حديث جل البخاري مسلم فف في اللي حديث من قديم. وأن البراء بن عازب رضي الله عنه أري البراء بن عازب رضي الله عنه قال وي كم كبراء أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة حرير وإن رأى الميدين الدير كمبيلر قوته جمت بيت الحرير فجاد أصحابه يمسونها يمسونها ويعجبون من لينها يدي صحابه كفوق قال ميمتن هذا اللي غادي يشوف حرير بيداد ان دا تي حبر تي شباب تنغون ميم دين كاوا شوف دي نون بيداد ني اذا غادي ورب ورنتا غادي نهار ونيرا نيل دامو كوم في ديتو تن صحابه غادي ميم دين تن جودي ما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا تعجبون من لين هذا ان بيردات غادي دو شوف كاوات مون لمنادير سعد بن معاذ خير منها او علينا وين غندون تنكم سربتاج سعد بن معاذ الجنه فيرتي بوري ديدو شومشين جي اتوندو ولا بوري داد ديدو شومشين جي اتوندو. حديث كدي متفق عليه البخاري مسلم في كتاب الفضائل البخاري كتاب البخاري توكاي باب مناقب ون كتاب فضائل الصحابه باب مناقب سعد بن معاذ ومسلم تون كتاب فضائل الصحابة باب فضائل سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه. أيوه رانا كلو وني لو كارت إن شاء الله هاجون دوان ديرندنا من بإذن الله تعالى وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى وجعلني وإياكم
من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.